السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده منتج من منتجات ايما بيوتي. الموقع ده جميل جدا جدا، سواء وجربت من عنده مجموعة الحمام المغربي، فبصراحة اتشجعت وطلبت حاجة تانية كمان، وهو مسك الطهارة من ايما بيوتي. زي ما حضراتكم شايفين هو حجمه 12 ملي، حجمه صغير، ولكن لما تيجي تفتحوه هتلاقوا ان الكمية ما شاء الله بيقعد فترة طويلة جدا جدا جدا. ده شكله يا جماعة، ده مسك الطهارة الأبيض. في طبعا أنواع تانية، في بعبق الزهور، في بكذا ريحة يعني حسب ما تحبي، بس أنا جبت مسك الطهارة الأبيض. طبعا المنتجات دي يا جماعة يعني في مواصفات قياسية، طبعا هي خضعت ليها وكده، فأمنة ما تقلقوش خالص. طب ازاي بنستخدمه؟ كل اللي انت بتعمليه طبعا بتفتحيه عادي، وبتبتدي ان انت تاخدي منه نقطة مثلا على أماكن النبض زي هنا كده، تمام؟ برضو هنا في المنطقة اللي هي دي بتقدر تحط فيها خلف الأذن، وفي الحتة اللي هي بتاعت منطقة الرقبة بين الصدر برضو الأماكن دي بتحط فيها، بتثبت لفترة طويلة جدا جدا جدا. طب لو أنا حابة أستخدمها للمناطق الحساسة أستخدمها إزاي؟ يا إما تجيبي نقطة من المنتج ده وتحطيه في الأندر الداخلي بتاعك، يا إما تجيبي نقطتين في شوية مية فترة وتبتدي إن أنت تتشطفي بيهم، بس الأفضل إن أنت تحطيه في الأندر، يعني عشان بس البكتيريا النافعة اللي في المنطقة الحساسة ما نقتلهاش وكده ونعمل ضرر في الفاضي. فالافضل ان انت تحط نقطه منه في البيكيني بتاعك، هيدي ريحه حلوه جدا جدا، هيدي تعطير ممتاز. سعره 100 جنيه، يعني 100 جنيه دلوقتي ما بتعملش حاجه، فهو سعره حلو جدا جدا ممتاز، وانصح بيه يعني بشكل قوي، يعني قوي قوي انصح بيه. اتمنى ان انا اكون قدرت افيد حضراتكم واقدم لكم معلومه بشكل مختصر ومفيد.